الحر شديد وكذلك البرد شديد لا يأتينا فجأة، بل يأتينا على شكل موجات لا تدوم طويلاً. فأول موجات البرد يسميها أهالينا بغياب الحمر، وأول موجات الحر يسمونها بلكنة. والبرد والحر لا يأتينا بشكل مفاجئ، بل بشكل متدرج يمر على المناطق بتمرحل زحزاح. فأول البرد يبدأ على المناطق الشمالية وينزل تحت، وأول الحر يبدأ على المناطق الجنوبية ويرتفع فوق، تبعاً لتحركات الشمس وما يصاحبها من تأثيرات. فإذا وصلت الشمس منتصف المسافة الواقعة بين خط الاستواء ومدار الجدي كحال أيامنا هذه، يهيج بحر العرب بشكل خطير ويسمونها البحارة بضربة الحمر، وتهب علينا رياح باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة، إلا أنها لا تدوم طويلا. يسمونها أهل البر بغياب الحمر. غبت عني فكدت شوقا أذوب، ومن الشوق قد تذوب القلوب، طاب عيشي بالقرب منك زمانا، كيف بالبعد عنك عيشي يطيبُ.